بسم الله الرحمن الرحيم. انا دلوقتي عايز اعرف حق ابني فين، اجيبه من عند مين؟ رحنا يوم 14 وهو محرر محضر من ساعه الحادثه لحد يوم 25 ما كانش فيه محضر اتعمل. دلوقتي انا حق ابني اجيبه منين ومين يجيبه لي ومين هيقف معايا؟ متابعينا الكرام، متابعي ابو كبير ميديا من كل مكان، معكم صحفي عوض سرحان. طبعا احنا النهارده مع عم احمد وابنه ياسين. طبعا ياسين كان متعرض لهجوم من عصابة، اتعرضوا عليه زي ما حضراتكم شايفين، اعتدوا عليه في رقبته وعوروه، خيط 50 غرزة. دلوقتي هنعرف تفاصيل الواقعة وايه اللي تم بالظبط مع عم احمد وياسين. ممكن تفهم لنا ايه اللي حصل بالظبط يا ياسين؟ كنت ماشي انا واحد صاحبي، علي صوتك بس. كنت ماشي انا واحد صاحبي رايحين نجيب بضاعة، تمام. والده عنده كوافير حلاقة، فكنا بنعد الفلوس، طلع عيل صغير 12 13 سنة. ده فين المكان ده؟ في السيدة زينب عند ابن حميد بتاع السما، شارع السويس. فطلع قال لي عايز فلوس، قلت له الله يسهل لك، مسك في الهدوم وبتاع، انت ماشي. كملتش خطوتين لقيت 5 أو 6 انفار بيجروا ورايا، ضربت اخويا وعورت مش عارف ايه، لسه بتكلم معاه. الواد كان بيقول لك انا عاوز فلوس؟ بيقول لك انت عورت اخويا. لسه بتكلم معاه لقيت صاحبي وقع في الارض. فوطت اجيب صاحبي، لقيت الضربه دي. بعد كده خدوا الفلوس وجري. لف رقبتك كده يا ياسين. بعد كده خدوا الفلوس وجري. لما رحت المستشفى لقيت صاحبي، عرفت ان صاحبي اتضرب في ظهره، وانا اتخدت 50 غرزه. انت انضربت وفضلت ماشي وانت متعور؟ محدش يرضى يوقف لنا، كنت عمال تنزف في دم. لما رحت المستشفى ايه اللي حصل؟ مفيش، دخلت على طول خيطولي عايز اعمل محضر، قال لي لا مش تبع الجهه بتاعتنا. مين خيط لك هناك اصلا؟ دكتور. كانش في حد من اهلك يعرف طبعا؟ لا كان لسه مش حد يعرف. كان ايه، رحت فين فعلا المستشفى؟ رحت احمد ماهر. احمد ماهر. كم لما رحت قلت لهم عايز اعمل محضر، قال لي فين مكان الواقعه؟ قلت لهم ايه، لا ده مش تبعنا، احنا تبع اسم الدرب الاحمر. روح اسم السيدة. خرجت من المستشفى، إدارة المستشفى اللي مرضيش تحرر لك محضر. طبعا ساعتها والدي جه، خرجت من المستشفى الساعة 7 أو 8، لحد الساعة 3 كنت عند القسم. ما حدش رد. انت رحت المستشفى ماشي على رجلك؟ وانت بتنزف رقبتك مفتوحة؟ وصاحبي كان مغمى عليه. مين نقل صاحبك؟ انا كنت سنده بس هو فاق شوية. بعد كده بعدها بشوية ركبنا توك توك وروح. الساعة 7 و8 كنا عند القسم. كنت في القسم؟ مشينا الساعة 3، ما كانش في أي حاجة لسه حصل. ورحنا تاني يوم أو تالت يوم عايزين نشوف المحضر، قالوا لنا رئيس المباحث في مهمة مأمورية، وفي بيت وقع في زينهم، مرضوش يدخلونا. مرضوش يدخلوك؟ ده في القسم ده؟ وفي نفس اليوم برضو خرجوا أمين شرطة من المباحث، راح مع صاحبي في الحتة اللي احنا اتضربنا فيها. راح فرغوا الكاميرات وجابوا الصور بتاعت الاولاد. بتاعت الاولاد اللي هم اعتدوا عليكم اصلا. بالظبط كده. بعد كده قال لنا انا عارفين ايه مكانهم. جاب مخبر وراح. سابوا صاحبي على جنب، غابوا تقريبا 3 4 ساعات. بعد كده رجع قال لك مش عارفين نجيبه. يعني امين الشرطه والمخبر الاثنين قالوا لك ان هم عارفين مكان الاولاد اللي هم اعتدوا عليكم. بعد كده قالوا مش عارفين نجيبهم. المخبر قال انا اخاف اعورهم. المخبر يعرف مكانهم وقال لك انا خايف ادخل اجيبهم يعورون. بالظبط كده، وكان معاه الامين. يعني العيال دي معروفه عند الحكومه اصلا. بالظبط. بعد كده رحنا القسم، قال لك تابع معانا، جينا نتابع بقى الاسبوع التاني مفيش اي حاجه حصلت. بعد كده رحنا النيابه بعدها يوم 25 او 26. رحنا النيابه عملنا شكوى، من النيابه حولونا. هم اعتدوا عليك بايه؟ بسلاح ابيض، مطوه. سلاح ابيض. هم كانوا خمسه ولا او في اربعه منهم كان معاهم مطوه. اربعه منهم كان معاهم مطوه. في حاجه تانيه غير رقبتك؟ في واحدة هنا بس خفيفة، 5 غرز. 5 غرز في 55 غرزة. كمل سامع. بس ده اللي حصل، وعملنا المحضر ولسه مفيش أي حاجة تمت لسه. وإحنا سألنا برضه قال لك لسه ما راحش النيابة. ولا أنت إيه الأضرار اللي حصلت خلال الجرح ده؟ في وتر مقطوع، في أي حاجة، ولا كان يا دوبك جلد؟ لا، هو الدكتور قال لي كان فاضل 2 سم ووتر اتقطع. وتر اتقطع. وصاحبي غاز لما ضرب في ظهره اللي وصلت لوح الكتف. خد حته من لوح الكتف. لو العيال دي اصلا معروف عند الحكومه. بالظبط كده. جبت اسمهم، جبت صوره ليهم. معانا صور، معانا صوره واحد. لما رحنا المنطقه هناك
في المنطقة دي عمارة اسمها عمارة اللؤلؤة. عمارة اللؤلؤة دي فيها سايبر تحت. فلما طبعا قعدنا ندور ونسأل الشباب هناك، قالوا في ولد منهم في شارع اسمه مجلس الأمة، والولد التاني ساكن في حتة اسمها الإمام. فادونا ايه صور، ورونا صور الولد اللي هو عمر ياسين، الولد التاني اسمه واد اسمه عمار، وواد اسمه أدهم كرم. أدهم كرم. فياسين تعرف عليهم، قال لهم هم دول عرفتوه؟ اتنين، اتنين من اللي كانوا المشكلة. محدش فيهم اتحاول. انت بقالك كام يوم يا ياسين وانت مضروب؟ من يوم 14، من يوم 14 10، وبتحاول تعمل محضر وما فيش اي استجابة. رحت كم مرة للاسم؟ رحت اسبوع بحال، قعدنا اسبوع كل يوم كل يوم بتروح للاسم، والحكومة مش قادرة تروح تحرر محضر ضد الاولاد دول. هو الصراحة ساعتها احنا ما كناش عارفين اساميهم، عشان برضه ايه الحق ده، احنا مش عارفين اساميهم. فهم يعني قالوا المحضر هيتعمل على اساس ايه؟ هو المفروض كان يتعمل محضر اسبوع. هما مش هم انت مش بتقول ان انت اول مره لما رحت لهم في البدايه الحكومه فرغت الكاميرات وجابت شكل الاولاد فرغوا الكاميرات او شافوا شكلهم، وقالوا انهم عارفينهم، يبقى من كده الحكومه عارفه مين دول. يعني هم ممكن يوصلوا لهم، الله اعلم يعني اماكنهم فين. بس هم برضو طبعا بالتحريات بتاعتهم وصلوا تقريبا لاهالي. جبت اسم الولد انت ده صح؟ من الشباب اللي في الصيد. اسمه ايه هو؟ اسمه واحد اسمه عمار علاء، وواحد اسمه ادهم كرم. عمار علاء ده ساكن في شارع مجلس الامه. ابنك دلوقتي عشان يرجع زي ما هو محتاج العمليه ولا محتاج ايه؟ انا حضرتك رحنا مستشفى وسالنا، قال لك مبدئيا كده العمليه هتتكلف 50,000 جنيه. 50,000 جنيه. وانا طبعا ارزوق على الله. مش كنت شغال انت يا حسين؟ انا اعتقد والدك قال. انا كنت شغال في امن، كنت شغال امن، شركة امن. حراسات. دلوقتي طبعا وقفت منها. بالظبط، انا رحت اقدم التقرير الطبي مشيوني، قالوا لي لا انت كده مش هتنفع، هم افتكروا خربوش حاجه. لما شافوا كده قال لك لا مش هتنفع، مش هينفع تقعد تشتغل. قدموا لي استقالتي. لان هو حضرتك طالب في جامعه وبيدرس، بيساعد نفسه، انا برضه معاه برضه، ودلوقتي ما بقاش في شغل. تحب توصل رسالتك لمين؟ بما انك جريت كتير وما لقيتش اي فايده. انا اوصل رسالتي للي يجيب حق ابني، اللي عاوز حق ابنه. مش عايز حاجه تاني، انا عايز حق ابني وكمان ياخد مجراه. معاك دلوقتي اسم الولد، ومعاك صورته، معايا صورته، معاك الاتنين. تحب تقول ايه يا ياسين قبل ما ننهي؟ ولا انا عايز حقي. انت عاوز حق بس. حد مفيش حد حاول يتواصل معاكم للتصالح او كده؟ لا لا مفيش تصالح. لا وفي ولد منهم كلمني بعدها بخمس ايام تهديد. تهديد. بيقول لي مش هتعرف تعمل حاجه، ما تحطش نفسك معاه. مش هتعرف تعمل حاجه وما تحطش نفسك معاه. بيقول لي الاسم معانا، يعني بيقول لك الحكومه معانا اصلا، اللي هو الاسم. بيقول لي الامين اللي انت بعته معانا. هو الولد ده اسمه ادهم كرم. ادهم كرم. انت عارف الامين طبعا؟ عارفه شكله. يعني الامين اصلا متواطئ مع الاولاد دي. ان شاء الله صوتك هيوصل، واحنا معاك للنهايه، وباذن الله حاجك راجع يا ياسين. وطبعا انت احنا بنوصل رسالتك للنائب العام من هنا، من مكاننا، من على منصه ابو كبير ميديا. حق ياسين تم الاعتداء عليه بسلاح ابيض مطوه من 5 افراد، غير اللي هو حاول ياخد منك الفلوس في البدايه. بالظبط كده صح؟ ياسين انضرب في رقبته خيط 50 غرزة، غير اللي في راسه من ورا 5 غرز صح؟ 55 غرزة. بتطلب بحقك ياسين. رحت انت قلت انك رحت الاسم بدل مرة 7 مرات خلال اسبوع، محدش راضي يحرر لك المحضر، وكمان الحكومة عارفة مين دول. بالظبط. تحب تقول ايه قبل ما نختم يا عم احمد؟ بقول حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. ان شاء الله الحكومه هترجع لك حقك، وان شاء الله محضرك هيتحرر باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. وطبعا ده كان لقاءنا مع ياسين وعم احمد. ياسين اللي تم الاعتداء عليه من شله عصابه 5 افراد، تم الاعتداء عليه بسلاح ابيض مطوه. اتعور ياسين في رقبته. لف في رقبتك كده ياسين. 55 غرزة زي ما حضراتكم شايفين.
ده غير طبعا اللي في راسه من ورا 5 غرز. ده طبعا ايه هو ذنبه؟ ان هو رايح يجري على اكل عيشه، ده كل اللي عمله ياسين. بلطجية الشارع اعتادوا على ياسين وأذوه، أذوه في أكل عيشه وفي شغله، حتى الشركة اللي هو شغال فيها قعد منها. إن شاء الله صوتك هيوصل لعم أحمد أنت وياسين، إن وإن شاء شاء الله الله الحكومة هتاخد مجراها. إن شاء الله.